خلينا نشوف وين الطرقات المقطوعة مباشرة من غرفة التحكم المروري مع المعاون الأول بقوى الأمن الداخلي سعيد الحاج. وبهالوقت بنشوف صور قدام السفارة الكويتية، كمان هناك تحرك أيضا. تفضل حضرة المعاون أول، شو وضع الطرقات وين سكرت لهلا؟ صباح الخير، يعطيكم العافية. وأنت كمان؟ بالنسبة للطرقات المقطوعة بسبب أكيد المواطنين معنا قطع السير مبلش مدخل جنوبي، اول شيء على الاولي الصاد الاولي على الجسر الاولي، يعني بالاتجاهين عم بمرقوا مسرب مسرب بس بالاتجاهين. نعم. برجع عنا على الصاد النعمي ايضا بالاتجاهين مقطوعه، كذلك تحت جسر خالدي ايضا مقطوعه، على يعني اول جسر باتجاه امثال المطار مقطوعه. نعم. جميع الاتجاهات. المدخل الشمالي عم تكون عنا مقطوع على الصاد الزوق ايضا بالاتجاهين، كذلك عنا على الصاد الدورة باتجاه الكلنتيه بالاتجاهين كذلك كمان. نعم. عنا تقاطع الرينج ايضا مقطوعة، وتقاطع بشارع الخوري. المدخل الشرعي كمان عنا على مسرية علي مقطوعة. نعم. وحاليا فادونا انه على قدام مصر سبلين كمان قطعوا طريق حاليا بهالاسماك. هدول الطرقات المقطوعة، واكيد عنا ضغط سير دم مدينة بيروت طبيعي. بالنسبة للحوادث كان عندنا حادث ونفذ عنهم جريحين. نعم. بتمنى هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا لك.